أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يقول أحد المتعالمين: إن كان كل من خرج على إمام المسلمين وقاتله يكون خارجي، فإن محمد بن عبد الوهاب إمام الخوارج في تلك العصور. أرجو الرد على هذه المقالة وبيان بطلانها والتحذير منها. هل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على ولي الأمر؟ الإمام جاء ولا فيه ولي الأمر في نجد، فيه أمراء، كل بلد فيها أمير، فهو جاء واتصل بأحد الأمراء وعرض عليه دعوته، فآزره ذلك الأمير عن اقتناع وإيمان وتعاهد على ذلك، وحينئذ تكونت الإمامة، تكونت الإمامة على جميع بلاد نجد، دخلت تحت إمام واحد. وإلا قبل ذلك كانوا متفرقين، ما لهم إمام، ما لهم إمام قبل ذلك، كل بلد له أمير، إمارة ما تسمى إمامة. فما تكونت الإمامة في بلاد نجد إلا بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقولون إنه خرج على الدولة التركية، وهذا كذب. الدولة التركية ما سيطرت على بلاد نجد، وإنما بلاد نجد بيد أهلها، ولا فيها مطمع للدولة التركية، ما فيها رعي غنم وزعابة سواني وما أدري كيف، ما فيها شيء، لذلك ما طمعوا فيها، تركوها بيد أهلها. كل بلد لها أمير، بل كل بلد، بعض البلاد لها أربعة أمراء، بلد واحد، قرية واحدة فيها أربعة أمراء. فلما جاءت دعوة الشيخ توحدت البلاد، صار له إمام، صار فيها جهاد، صار فيها أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ألغيت الأحكام الجاهلية التي يحكم بها الأعراب والبوادي، حكم بالشريعة، فتكونت دولة ولله الحمد، دولة بكل مقومات الدولة الإسلامية. نعم.